شو عم بيصير هون؟ أنا سمحت هالنسوان على عصبيتهم، وبعد هيك مدام كابور قدرت تشتريهم بسهولة. عندي فكرة ذكية كتير، رح اتخلص من نارين. أنا رح دمره. لا تغمضي عيونك هلأ. أنا عم أسأل حالي إذا مخبية شي سر عني. أنا عندي أسرار كتير، بس ما عندي حدا شاركه إياهم. بس ما عندك مانع بتقدري تشاركي أسرارك هاي معي؟ ماشي، أكيد مثل ما بدك. بس بالأول حابب أسألك بس سؤال. ليش رجعتي على حياتي؟ رجعتي واقتحمتي بيتي. كنتي عم تحاولي تتقربي من عيلتي وبنفس الوقت حاولتي تقتليني. شو مدام كابور، شو بدك مني؟ ماشي، بتعرف انه انا هلأ كتير مبسوطة. في حدا بحياتي مهتم فيني وما عادت حاسة بالوحدة. بترجاكي شاركيني بأسرارك مدام كابور، يمكن ادعمك وصير واقف جنبك. أنا بعمل أي شي لكون جنبك يا روحي. تعرف شغلة، أنا بحياتي ما حبيت حدا تاني غيرك. معناها ليش انت تزوجتي؟ شو رأيك هلأ انه ما نحكي بأي شي مو منيح؟ فينا نعمل كتير شغلات لتقوي ارتباطنا انا وياك، صح نارين؟ Thank you.